رمضان مبارك سعيد لجميع المغاربه. معكم أمي مقصاب، سن 17 سنه، حاصل على معدل في امتحانات البكالوريا 19.21، مسلك العلوم الفيزيائيه في المدرسه العموميه. كي درت ليها شيء صعيب، ما كاينش وصفه سحريه، لا انا نقول المفتاح هو الخدمه في الدار. اي الواحد واخا غادي يمشي للليسي غادي يقرا واخا يدير لي زور سوبليمونتير، ولكن هذاك الشيء كلشي يبقى كلشي كيتوقف على الخدمه ديال التلميذ وكيكمل بشي الاخر. الانسان خصو تكون عنده التفاته من عنده، المبادره من عنده، هو يكون باغي، هو تكون عنده الرغبه باش يقرا ويتحضر نفسه. خصو يكون صارم، خصو يكون الجديه في العمل ومواظبه من بدايه العام الدراسي. انا تنقول السر ديالي هو انني ما تسنيتش مثلا شهر 5 ولا شهر 4 عاد نبدا نبريباري عاد نشوف اشنو خاصني. لا، امتحان البكالوريا كيتبريباري ليه من منذ بدايه العام الدراسي، كانوا مراجع، كانت مساعده من عند الاساتذه الله يجازيهم بالخير اللي كنشكرهم من هذا المنبر، اللي كانوا داروا لي ساعات اضافيه بدون اي مقابل مادي لانهم تعاطفوا مع الحاله ديالي. وبطبيعة الحال كان العمل جماعي، يعني كلشي ساهم فيه. وكنقول الخدمه ديالي في الدار هي عاونت انا، واخا كنت كندوز لي زيغ سوبليمونتير كيف ما قلت، ولكن دائما تبقى عندي ديك الهاجس انني خاصني نجي للدار وخاصني انا نبرك بوحدي قدام دوك الكتوبه ونبريباري. هذا هو السر ديالي. الوالدين ديالي ماشي في التعليم، انا الوالد ديالي عامل بسيط جدا في احدى شركات البساطه. حنا عائله متواضعه، الام ديالي هي ربة بيت. هما ماشي في التعليم، هذا ماشي علاش انه ما كانش عطير، بالعكس كانت عطير، كانت مصاحبه، كانت مسيره، كانت توجيه من طرفهم. وانا تنقول بان والديا هما اول من وجهوني يعني للقرايه، هما اللي دعموني، هما اللي ساندوني. و فوالا، لا تنقول المدرسه العموميه الحمد لله باقه قادره تنجب، باقه قادره تنتج دي جيني، ماشي غير انا، كاينين الناس اخرين اللي تيقراو، غير دعم، خص يهتموا بها اكثر. هي باقا قادره تعطي غير خاصها دعم، لان هي كاين مدارس خصوصيه تنقولوا هي اللي دابا كتعطي اون ديكاسيون دو مون كاليتي، هي اللي كتنتج عباقره اطباء. لا، كذلك المدارس العموميه حتى هي باقا قادره تعطي. هي فعلا عرفت واحد التراجع في المعدلات ديال اللي كيجيبوها التلاميذ، ولكن لا هذا ماشي يعنيش بانها صافي لقد افلست وصافي سالات وانتهت ولاد بالعصر ديال المدرسه الخصوصيه. المدرسه العموميه غير خصنا غير نهتموا بها، وان شاء الله غتعطينا اكثر من هادشي ان شاء الله. المهم انا كنهنيهم لاني هالشهر لاقيوح، تنقول لهم تما تبارك الله عليهم، جابوا دوبل نوت، تهما جابوا مزيان. انا ما بغيتش الناس يقولوا لا هما ما جابوش، لا تهما تبارك الله عليهم تيقراو، تهما باين عليهم دي جيني. انا كنهنيهم صراحه، انا بقى في الحال ماشي بقى شويه كنشوف كومسا، كنتفرج في التلفازه، كنت كنتظر ولو غير مجرد اسم يتذكر تلميذه في المسلك العمومي جابت على نقطه. ولكن كاين بعض وسائل الاعلام الحمد لله اللي داولوا، كنهضر انا على الوسائل المرئيه بعدا، داولوا الاسم ديالي بدون اي تصريح، بدون اي، ما جاوش عندي. كيبقى فيا الحال. انا تنقول علاش، لانني انا كنتمي للعائله اللي فقيره الحمد لله. انا ماشي تنقول لا سيشون اونت بور موا انني كنتمي للعائله الفقيره، لا بالعكس انا فخوره جدا باش نيت نبين بان الناس الفقراء راهم تيقراو، راهم باغيين يوصلوا الحمد لله. الاب ديالي انايا يعني عمامي خوته، تقريبا كنا في التعليم، اساتذه في التكنولوجيا، اساتذه في الفيزيك، معلمين. تيقولوا لي انا مني كنت يعني مني في الباكور ديالي كانوا تيقولوا لي اساتذه بان العائله ديالك بعد العائله ديال القصاب هنا بوجهه بعدا معروفه بالقرايه، يعني هما تيقولوها. انا بنات عمي يعني العائله ديالي انا كنقولوا هما كيقراو مزيان، وهما اللي قراو عند الاساتذه وهما اللي عرفوا علاش قالوا كيقراو مزيان، وهما تيقولوا لنا داك الشيء راه عندكم واقيلا ولاتير يعني كتقراو مزيان. انا كانوا معايا الاساتذه يعني كلهم كانوا معايا، ما كانوش كيبخلوا عليا، كان دعم نفسي، كان دعم في قرايه. انا صراحه كنت ما
ما كنتش كنزقى من الاسئله، كنت كنبقى نسول هذه منين جات، هذه كاين شي اسئله اصلا ما خصنيش نسولها، كنبقى نسول هذه منين جات هذه منين جات. لا كانوا معايا الحمد لله كاملين، وانا ماركيتهم وهما ماركوني. انا كنت صديقه، كنت نيتي صديقه، ما كنت اي واحد كنتعامل معاه، يعني دابا انا كنتعامل معاك راه ما كاينش وجه اخر، هذا الوجه اللي غنتعامل معاك انت غنتعامل به مع يعني جميع الناس. اللي قلتي كتب لي كيما ماركي كتاب ديال الدكتور ابراهيم الفقي سحر القيادة، هذا ربما هو اللي علمني كيفاش نتعامل مع الحياة مع الناس، كيفاش نتفاعل مع لونطوغاج ديالي، كيفاش نوجه راسي نقودو. واحد الكومونتير ما عرفتش واحد الكومونتير قريتو شي ولد ما عرفتش بوجني ولا لا، دابا تي الناس كيباركوا ليا في الكومونتير كنقراهم ويقول لي ما تقدري ما صدقتش خريت هذا السير الازرق ولعد الان ما رديتوش ليا. عشان تنحمل الشهرة، ما كنحمش ما عادش عليا الناس يعرفوا، ماشي ما بغيتهمش يعرفوني غير كيف ماشي قلنا علي صلاه والسلام شي حاجه كتخدم بالسر كتمان كيكمل فيها الله عز وجل، ولكن ما عندي ما ندير يعني خصني يعرفوني. المهم انا قلت لك انا منفتحه على جميع يعني التخصصات جميع المدارس، كما قلت لك المدارس واعده في المغرب كلهم زوينين وكلهم يعني كيقدموا دي بروفيل زوينين، وانا كنفكر ندوز كاع مباريات ومن بعد نعدل نقرر شنو كاين. انا كنت دافعه ديجا لواحد المؤسسه المغربيه للطالب لا فونداسيون مارك كونديشنيون، صراحه الله عيطوا ليا وبارك لي النجاح ديالي، غير خصني انا خصني نتقبل في شي ايكول لا عاد نستافد من البورس ديالهم الحمد لله. يعني هذيك المؤسسه كنت تعرفت عليها انا اللي مشيت عندهم، كان واحد اللقاء تواصلي في مركز التربوي في خريوكا، وانا اللي مشيت عندهم وانا اللي حضرت اللقاء وتسجلت، ما كانش كيسحب لي انا غادي نجيب هاد لي نوت هادو، ولكن من غيرها يعني انا اللي مشيت عندهم يعني انا اللي تسجلت، والحمد لله هما كان هذاك الفيدباك ديالهم هما كانت ردة فعل ديالهم الحمد لله. ماشي اوف اخرى لا، ما كاين حتى شي بورس، ما عطيت حتى شي واحد يعني شي واحد اللي غادي يقترح عليا ان بورس لا. اول واحد نشكره والله عز وجل، لان راه واخا جوج ديال التلاميذ يخدموا بنفس الوتيره بنفس نفس الخدمه، ربما واحد غيجي اكثر من الاخر لان التوفيق من الله عز وجل هنا كيلعب دور. ثاني حاجه كنتقدم شكر الوالديه اللي ببساطه واللي يعني تعبوا معايا في التربيه ديالي، انا كنطلب منهم المسامحه لانني انا كنت شويه صعيبه فما كنتش كنقنع، كنت كنبغي نقرا ايتو. وكذلك خصوصا كنتوجب الشكر لو بيرسونيل ديال الثانويه الداخله التاهيليه، لو بيرسونيل كامل بدون استثناء، اساتذه مدير حراس عامين اعوان مقتصدين كلهم الحمد لله يعني ناس خلوقين ناس طيبين بزاف بزاف بزاف. كان هذه هذا النجاح هذا للجمعيه السكانيه ديال بوجيبه، لان فعلا تفاعلوا معايا كنخرج كيجوا عندي شي ناس ما كنعرفهمش كيجوا كيباركوا لي النجاح ديالي، كنهدي لهم هذا النجاح ليهم همايا اللي هما كنعتبرهم العائله الكبيره ديالي، وانا فخوره جدا جدا انني قريت في هذا الليسي. هذا ربما ما كانش واخا كان عندي ليسي احسن منه، ولكن انا ما كانش ممكن نقرا، كنت عطاتي اختيار كل رجع بيا الزمن اللور لا غنقول لهم نقرا في هذا الليسي. مدينه بوجيبه ماشي مدينه ديال الارهاب، ماشي مدينه فقط ديال يعني ديال الاحداث اللي تشوه ليها بالصوره ديالها، لا هي مدينه جميله جدا، الناس ديالها كرماء، الناس ديالها طيبين، وانا فخوره جدا بانني كنتمي ليها وبانني قريت في المؤسسه ديالها مؤسسه الداخله الحمد لله. وكنتلاقى مع ناس يقولوا لي شرف شينا انت ما فخره ديال بوجيبه، انا ليا الشرف، انا تنقول هذا ماشي شريف فقط انما هذا تكليف، لان هذا غير معليا عاتق اكبر انني الناس كينتظروا مني حوايج كثر دابا، ونحاول ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالي.